السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتفرج مع بعض على ثالث أجواء العيد في مصر. دلوقتي يا جماعة أنا كوبري أكتوبر جنب فندق هيلتون رمسيس، الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، والناحية التانية ذا نايل ريدز كارلتون وعلى الكورنيش على البحر. تعالوا نتفرج على اجواء العيد. نسيبنا بقى من المناطق الشعبيه شويه ونتفرج على العيد بره. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا يا جماعه مش عايز افكركم بالحمله بتاعت الاضحيه بتاعت العيد ان شاء الله، العيد الكبير هنبدا فيها بعد العيد الصغير ان شاء الله، عشان نبقى بس عارفين ايه احنا جبنا كام وهنعمل ايه. تعالى في الراجل طيب بس رايح فين ونشوف كام بيودي فين. استنى نشوف الراجل الطيب رايح فين. الراجل فرج اتفضل. تاخد كام؟ اللي تدفعه. قول بس كام؟ اللي تدفعه والله. ادفع 30 ماشي خلاص؟ توكلنا على الله. ماشي هجيب الشنطة، ارجع لورا بس. براحتك، أنا واقف على نازلة بس مش هينفع أرجع بظهري. الظاهر يعني الراجل مش حدش بيقف له. أنا خايف أمشي. الحمد لله ولاد الحلال كتير. الله يخليك يا رب. طبعا الله. بس عليك طيب. كل سنه وانت طيب. كنت بالصحة والسلامة يا حبيبي معلش. بالصحة من شاغل بالك. ولادك بالصحة يا رب. الله يبارك لك. بس الدنيا هادية ليه كده؟ أنا قلت ألاقي عيد وناس مش هو ده العيد بتاع زمان ده. خش من هنا. مش هو ده العيد بتاعنا بتاع زمان. ايوه. ده راجل فرج صح؟ اه راجل فرج اه. ان شاء الله. فين في راجل فرج؟ آه عارف العماره بتاعت اللي هي شركه ميه في مصر الجديده اسكان والتعمير؟ خش جنب مين؟ جنب اليابطه بتاعت الطياره. لا معلش فين؟ بس انا مش دارس المنطقه هناك. ها؟ مش دارس المنطقه هناك. لا انا هوري لك المنطقه دلوقتي ما تخافش يعني. شوارع كويسه والمكان قريب يعني مش بعيد. لا انا عارف شبرا ملك السيرك لا ده انت هتخش شبرا بقى الزحمه والقرف. اما احنا الحمد لله عندنا ما عندناش زحمه. الحمد لله. ولو ان هي المنطقه اللي انت فيها دي كانت بتبقى ازحم منطقه في العيد. عارفين اللي جرى يعني. هتلاقيهم خرجوا اول وثاني يوم وبيريحوا ثالث يوم. بس الشباب ما بيريحش، الشباب ما بيموتش. ولا ثالث يوم ولا رابع يوم يخرج. Thank you.
شفت العمارة العالية دي؟ اه تخش من جنبنا يعني واحنا ماشيين هوري لك الطريق ازاي تخش. دي دخلة الميدان صح كده؟ ده رود الفرج. هي دي رود الفرج اللي انت فيها؟ اه شفت عند اليابطة البيضة دي بقى اللي مرسوم عليها الافندي ده، خش يمين. بس ده عشان ما مشيتش في الشارع المكسر ده هنخش يمين من هنا، فهمت ازاي؟ عشان ما مشيتش في الشارع المكسر ده بس. شوف الراجل ايه دخلنا في شوارع مكسره، لا هروح برضه يعني. ربنا يخليك. الله يبارك لك زي ما انت عارف. زي ما انت على طول كده. معلش هتخش يمين بقى من هنا كده الشارع ده. ايوه في شمال. ها فيش ولا شارع مكسر انت مشيت زي الفل. الحمد لله وانا ماشي مرتاح والعربيه ماشيه مرتاح. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الشارع اللي قدام اللي بقى اللي فيه الشجره ده. هدي بقى عشان هنزل قريب يعني. زمن زمن ايوه قدام العربيه الكحلتين وننزل يعني. الله يبارك لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل يا حبيبي. الله يصلحك. الله يكرمك يا ابني. الله يكرمك. كل سنه وحضرتك. سهل لك التمر. اتفضل يا دكتور. شكرا. براحتك. الشنطه. براحتك. الله يسلمك. كده يا جماعه احنا في رود الفرج. شارع ايه بقى في رود الفرج؟ ان شاء الله نعرف دلوقتي. طبعا العجل ده من اشهر العاب الاطفال في العيد. انا بكمل المسيره اللي الراجل كان ماشيني فيها، بس انا مش عارف بصراحه الشارع اللي انا فيه اسمه ايه، بس لو لقيت يافطه هقول لكم اكيد يعني. السلام عليكم. سلام. طيبين.
دلوقتي عند مسجد العلم والإيمان. صلاة العصر فاضل عليها ربع ساعة. اي 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 ادي اخر اللي ما ياخدش باله من المطبات. الف بيس واقع يا جماعه، خد بالك من المطبات. طبعا انا مش عارف انا فين في وجه الفرج دي. تربيزات البينج بونج شارع حسين امين يا جماعه. انا في شارع حسين امين رايح على فين انا بقى مش عارف. طبعا دي فرن تعيش. عشان عيد بقى والمحطات. السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنه طيب يا حاج. طبعا عشان احنا في عيد الفران كانت معيده وقافله، فايه في فران ما فتحتش لحد دلوقتي في يوم العيد، بس الراجل طرد فتح. احنا بقى نطلع عشان الشارع قدام بيضيق ومش هنعرف ايه نكمل فيه. بس الراجل ده محترم بصراحه، يعني ان هو يفتح تلات يوم عيد الناس. ده طلع البطايق ده يا جماعه، مش اعتقد ان هو عليه زحمه كده يعني، لان الفرن اللي هي بتبيع بالعيش العيش السياحي مش هيبقى عليها الزحمه دي، والناس ظهر عليها ناس كبيره في السن يعني، فهي ايه شايفه بالعتب ده. الراجل عموما ما بيحبش ينزل بطاقه التمويل في الشارع ويقف ويستنى ويعمل، اغلبهم يعني انا واحد منهم. انما ست عادي، اهم حاجه ان العيش يجي. اقف بقى في فرن، اقف في طابور، زحمه رايق يفرق معاه. انما الرجل وقته ثمين، ما ينفعش يضيع كده يعني في وقفه قدام نص جنيه عيش وحشه حتى يعني. احنا اقل من 10 جنيه ما ندفعش. كده فرض الفرج يا جماعه. الشارع ده برضو مش عارف اسمه ايه، بس في كافيه جنة ابو الفرج. اترجع علينا يا صاحب الفرج. يا جماعة مش عايز افكركم للمرة التانية في الفيديو ده، مش عايز افكركم للمرة التانية. حملة الاضحية ان شاء الله بتاع العيد الكبير، يا ريت نشارك فيها لو بأي حاجة. عارف لو كلنا كده لو 400 500 بيتفرجوا دلوقتي، لو كل واحد بس يبقى بجد يعني، كل واحد بس هنقول 500 جنيه في 400، اللي بيشوفوا مثلا الفيديو ويمكن اكتر من كده و600 كمان، هتبقى ايه. ولسه قدامنا فتره يعني، اللي مش هيبقى دلوقتي يبقى كمان اسبوع، كمان 10 ايام. بس الفكره في ان انت تقدر، انت تعرف انت هتجمع كام علشان تعمل ايه، وهتجيب بكام، وهتنقل بكام، وجزار بكام، وشنط بكام، وميزان بكام. تبقى عامل حساباتك، عارف انت هتجيب ايه وبكام وهتعمل ايه وانت عليك ايه كده يعني. انما هوب طخ دي يقول لك هبعت وقبليها ولا بعدها، وما عايزين نعمل حاجه لله بجد. نفسي بجد السنه دي نضحي بجد ان شاء الله يعني. ده شارع رود الفرج بقى يعني، اكيد ده الشارع ده اللي بيطلع لك على شارع شبرا يعني. الشارع ده كده اخره يطلع لك على شارع شبرا. هنسأل برضه. ده شارع رود الفرج؟ عيب عيب، شارع رود الفرج حتى هي مدرسة العهد الجديدة هي اللي وقعتها اهي. دي مدرسة حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وكل حاجة. وادي زهرة مصر فرن اهي. ايوه يا جماعة، يا نهار ابيض بتلخبطوني انتوا بس.
لا لا لا، مش من الصف ورا اخواتك يا اسطى. دنيا رايقة، دنيا رايقة وماشي براحتك، ولا في بي 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 الروقان ده حالة، يا نهار ابيض يا خرابي على الروقان. لا لا لا، موضوع جامد اوي. السوق ده في شارع روض الفرج، ده الميدان يا جماعة، شارع شبرا، ميدان فيكتوريا. لا ميدان فيكتوريا ايه ده؟ ده شارع شبرا يا جماعة اللي انا فيه، اتجاه احمد حلمي. خلي بالك بس، خلي بالك بس، خلي بالك. ما انا اللي يطلع كده جدعوني لا مخطط ولا راسم بينزل هوبا يلا طخ دوس بنزين يلاقي واحد في وشه. حطيت وشك اعدي مره واحده، انا وقفت لك والتاني كان بعيد عنك. استنى لما اقرب عليه وبعد كده اتحرك. يا توك توك. وبعدين بقى عيد سعيد. عيد سعيد رمضان. صفصف انت يا بنت صفصف. ده المركز الرياضي يا جماعه، شارع شبرا. ده شارع شيكولاني بقى، تعالوا نخش شارع شيكولاني. ناس معيدة طبعا. نقطة لحد يا جماعة. وشبرا فيها عدد كبير جدا من اخواتنا الاطباط في اجازه في عيد، وكده كده احنا متعودين هم صايمين معيدين معانا، هم عيد لينا كلنا، مش عيد مسلمين بس ولا عيد مسيحيين بس. بس هم حظهم بقى ان عيدهم جه في رمضان، فايه فطبعا ما احتفلوش معانا، ما احتفلوش قصدي ولا حتى بشم النسيم، فاحتفلوا بيه معانا في العيد صراحة يعني، وهو عيد لنا كلنا يعني، وعيد ليهم وعيد لنا. فبقول يعني منتهز الفرصة دي صراحة والقناة دي والفيديو ده بالذات، وبقول لإخواتنا الأكبر عيد سعيد عليكم إن شاء الله. وبقول لإخواتنا المسلمين وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. ده شارع الترعة بقى البولاقية. ده شارع الترعة البولاقية.
دي محلات إبرام للبس بتاع القداس والكنائس. ونخش يمين الجاي ده نطلع على شارع شبرا، نطلع على دوران، دوران شبرا صح، نطلع في الشارع ده يا جماعة، طلعنا على دوران شبرا. احنا مش هنخش دلوقتي الشارع ده بتاع دوران شبرا، ونكمل قدام شوية. ده امتداد لشارع الترعة البولاقية، بس انا بسميه شارع الجمهورية نسبة الى كوفي الجمهورية اللي موجود في الشارع ده. ليه بقى؟ لان شغال فيه واحد حبيبي واخويا، فانا سميت الشارع ده على اسمه. على فكرة مش حاجة كبيرة في الشارع ده، شغال قهوجي بس حتة راجل عسلية انا بحبه بصراحة. هشوفه موجود ولا لا، لو موجود هنزل اشرب معاه الشاي واقفل الفيديو بقى عشان هو وحشني. يا خسارة اجازة يبدل هو واحد زميله، فلقيت زميله موجود فهو مش موجود بقى. يا رب يا زيكا تسمع الفيديو يا زيكا، كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب اخوك. انت تشوفنا بقى بحاجة؟ طيب مفيش من اللي انت فيه ده؟ كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أيام الشقاوة. ازيك كده؟ يعني تحسنا اخوات بجد، يعني هو ابن خالتي. بس هو ما بعملوش كابن خالة بصراحة يعني. تعالوا نكمل الشارع ده ونتفرج بقى على أنا كنت هلف بصراحة. بس بدل ما ألف نتفرج بقى على إيه؟ على المحلات أو الكشاك. الناس اللي بتبيع بره في الشارع، اللعب بقى والاطفال بتلعب بايه ودماغهم ايه الفتره دي. ده تلج الافراح كده، عرفنا دماغهم تلج افراح طبعا. الفاكهه دي للاباء والامهات والجدات والجدات طبعا. العيش اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين، مفيش حد واقف عليه غير واحد بس، فاعتقد ده السياحي بقى، ما تلاقيش عليه حد زي العيش بتاع التموين بقى زي ما احنا شفنا الزحمه من شويه. وادي كمان اهو برضو عيش محدش واقف عليه. بعتذر عن القطع اللي حصل، بس هو عشان بصور بالتليفون ففي ايه ابلكيشنات بتطلع كده ايه اول ما يعني اذان، اول ما يأذن ينفصل الفيديو وكده يعني. فبعتذر. احنا كده مكملين في شارع عروض الفرج، شارع الترعه البولاقيه. اصحى معايا يا عزيزي المشاهد، اوعى تنام مني. ده أذان العصر. السلام عليكم. طبعا انا بعتذر منكم عن الفيديو اللي قطع ده، بعتذر. بس طبعا زي ما احنا شفنا كده شبرا لسه نايمه والناس لسه ما صحيتش والجو هادي يعني. نعم يا اخي لسه ما حدش خرج ولا حد جه ولا فيها شغل، فاحنا قاعدين اهو مستنيين ايه الزباين. يا زباين يا زباين. فانا نزلت بقى بصراحه جبت شويه حاجات حلوه كده ايه، قلت امزمز مع نفسي كده لحد ما تيجي الشغلانه بقى. بس عزيزي المشاهد لسه بقى ايه، لسه الدنيا ما صحيتش، والنهارده تالت يوم العيد يعني. ممكن عشان بكره في شغل فايه ممكن الناس تنتخ النهارده، بس الناس اللي عندها شغل لو انتخت النهارده. في ناس ثانيه، ناس ثانيه ما عندهاش شغل. فدي اكيد احنا اليوم في الشارع يعني. فاحنا قاعدين وصابرين ومأنتخين وروقان روقان مستنيين الزباين. يا زباين كل سنة طيبين، نشوفكم بقى ان شاء الله بعد العيد اللي هو ايه اخره النهارده ده، يعني ممكن نشوفكم بعد بكره. السلام عليكم.